الدعاه الجدد، وهل دعمت بريطانيا الدعاه الجدد عمرو خالد ومعز مسعود نموذجا؟ هو ده السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه النهارده. السادة المشاهدين اهلا بكم. طبعا عمرو خالد انا عاصرته في قمة ازدهاره، في انا مقيم في مدينة 6 اكتوبر عندما كان يخطب في جامع الحصري، عندما كان لسه يعني لم يتم تشطيبه بالكامل، وكان يعني على المحارة ومش متبيض وحاجات زي كده، وكان فعلا بيحضر عدد كبير ضخم جدا من المصلين والرواد، وكان بيقول بس الكلمة اللي بين القيام، اللي هي بين ال4 ركعات، وال4 ركعات بيبقى في استراحه، كان بيقول هذه الكلمه اللي هي كلمات بسيطه، بيتكلم عن بعض الحكايات وبعض الروايات باسلوب عامي، وبدا الناس تنجذب اليه وبدا يزدهر من هذه المدينه، وكان بيجي له فعلا بعد كده باصات من مدينه نصر ومن مصر الجديده، وبقى ليه يعني مريدين كتير جدا. وطبعا كان حتى عمل مولانا الاستاذ ابراهيم عيسى كروايه وكفيلم لاحقا، واللي فهمته منه او اللي فهمناه ان هو كان ميكس يعني ما بين عمرو خالد وخالد الجندي، حاجه زي كده، انه كان بيمثل فكره الدعاه الجدد، وكان مثل دور عمرو سعد وممثله بشكل جيد، وهو كان ما بيسيئش ليهم الفيلم، لان الفيلم كان بالعكس كان يعني بيحط الموضوع في اطار درامي جيد، يعني فيلم مولانا انصح الناس بمشاهدته. المهم ان عمرو خالد طبعا كان سافر لندن في ظل توتر علاقته مع الامن المصري، وراح لندن، راح لبنان، وبعد كده راح لندن وحضر دكتوراه من هناك، وتوترت علاقاته في بريطانيا بشكل كبير جدا، ورجع لاحقا مصر يعني حتى في يعني في 2009 بدا يرجع، و6 و7 وبدا يروح ويرجع تاني بشكل او باخر، وكان طبعا عنده برامجه اللي منتشره في التلفزيونات العربيه بشكل كبير جدا في رمضان، وطبعا دخل مجال السياسه في 2000 بعد 2011، عمل اظن حزب سماه حزب مصر، وكان عامل موضوع صناع الحياه، وطبعا معز مسعود بينتج افلام، وكان عامل برامج مصوره، وكان داعية عصري اللي هو فكره بقى الجيتار او بيعزف عود ويعمل اغاني وحاجات زي كده وراب يعني، وبينتج سينما. بعيدا طبعا عن موضوع بقى الناس بتغير منه او بتحسده ايا كان، يعني على موضوع جوازاته المتعدده من بعض الفنانين، اذا كان شيري عادل او اذا كان حاله شيحه. وطبعا الراجل يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له، يعني غني بينتج افلام وكده. المهم وكان خريج الجامعه الامريكيه، وطبعا خفت الاضواء شويه، مصطفى حسني مش بنفس الشهره او بمعنى اصح الثوره وتوابع الثوره وعلاقتها بالحركه الاسلاميه اضعفت شويه البروباجندا اللي كانت معموله لهؤلاء الدعاه الجدد، وكان بقى في ممثلات تتحجب، بعضهم تاني رجع وقلع الحجاب، عبير صبري ومنى مهندس الله يرحمها يعني، وهكذا يعني الامور ايه حصل فيها تغيرات وبريقهم زال. وطبعا وقع عمرو خالد في عده اخطاء كبيره في الدعايه لبرنامجه او الدخول في دعايه لبعض، كان عمل مره كده اعلان للفراخ، وكان بشكل او باخر ما كانش اداء جيد جدا، وكان يعني ايه انخفض يعني خفضت يعني ايه تاثيره داخل الشارع العربي والمصري، وحاليا اظن ايه بشكل او باخر شبه مختفي نسبيا يعني. ايه الموضوع؟ لما راح بريطانيا وعمل هناك جمعيه وبدات علاقته تتوضد بالاداره البريطانيه، من ضمنها وزير الخارجيه البريطاني. انا طبعا يعني مش هقرا كتاب، ولكن مش هتخطى اليه، كان في كتاب كاتبه ابوه اللي هو الدكتور محمد حلمي خالد، بيقول انا وعمرو خالد والايام الصعبه، والكتاب انا صعقت او استغربت ان هو فيه تحذير شديد اللهجه، بيقول يحظر البيع او التداول التجاري خارج مصر، وكاتب لا يجوز إعادة نسخ أو طبع أو نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي طريقة كانت، ميكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو التسجيل أو البث عن طريق الشبكات الإلكترونية أو غيرها، إلا بموافقة المؤلف على ذلك
كتابة ومقدمة. لو مش عارف دلوقتي انا لما هقرا بعض الفقرات الصغيرة هقرا تحت سلالة القانون ولا لا، بس اول مرة الاقي تحذير بهذا الشكل. طبعا الكتاب مش موجود على فكرة، تقريبا مسحوب، هو مكتوب بتاريخ يونيو 2011 اللي هو كاتبه ابو عمرو خالد. انا بس اللي يهمني بعض الفقرات الصغيرة، يعني نشوف مثلا على سبيل المثال صفحة 114 بيقول ايه. في صفحة 114 هو كان عامل حاجة اسمها جمعية رايت ستارت في بريطانيا، وكانت هذه الجمعية هو بيقول ان اللي ساعده فيها واحد اسمه كريم سمير او سمير كريم زي ما بيقول ابوه. وكان الراجل بيحضر معسكرات بتقام في بريطانيا، معسكر ترفيهي تثقيفي، وبيقول طبعا بيتكلم عن شخصية محورية اللي هو قال لك بقى وزير خارجية بريطانيا قام بزيارة مؤسسة رايت ستارت في برمنجهام، المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها عمرو خالد، وأبدى الوزير إعجابه الشديد بالدور الذي تقوم به المؤسسة مع الشباب المسلم في بريطانيا لإبعادهم عن التطرف والانحراف والمخدرات. والوزير حب يزور الأزهر زيارة خاصة غير رسمية، وطلب من عمرو أن يطوف معه بالجامع الأزهر وأن يشرح له تاريخ هذه المؤسسة العريقة والدور الذي قامت به في تاريخ المسلمين. طبعا وبيتكلم عن واحد مهم قوي اسمه الدكتور محمد يحيى. الدكتور محمد يحيى ده تقدر تقول ان هو يعني عمرو خالد المؤدي، ومحمد يحيى المعد او اللي بيعمل السكريبتات بتاعت الحلقات. وفعلا محمد يحيى مهندس، وطبعا اذا كان عمرو خالد كان اخوان او اذا كان محمد يحيى كان اخوان ايضا، وهو بيعترف بكده ان هو كان اخوان بس علاقته يعني خلاص اصبحتش معاهم، وقال الامن حقق معاه بهذا الشكل، وقال ان هو ما استمرش في الجماعه كتير. ولما هو بيحكي حوار حصل ما بين محمد يحيى والامن، بيقول بيسالوه يعني قال لهم انا استاذ فكره الهندسه جامعه القاهره ونائب رئيس مؤسسه رايت ستارت البريطانيه. فبيسالوه ما علاقتك بالاخوان المسلمين؟ قال لهم انا منفصل عنهم فكريا وتنظيميا وليس شخصيا، كنت عضوا في الإخوان ولكني تركتهم، وشرح لهم أسباب انسحابه من الإخوان. قالوا له إيه أنت مرتبط بعمر خالد؟ إن عمر قد صدرت الأوامر بالقضاء عليه إعلاميا، وهو لن يتحدث في جهاز إعلامي بعد الآن، وأنت شخص موهوب تضيع نفسك مع عمر خالد. نحن نعلم أنك المفكر الذي تقف وراء عمر خالد، وهو بدونك لا يساوي شيء يعني، وعمر خالد يحصل على أموال كثيرة وأنت على الفتات. حاولوا يعني إيه يحرضوه على عمر خالد، ورشحوا له حاجات وصفوها بالحروف تقدر تقول انها يعني خ جيم يعني تقريبا كظلم خالد جندي، وقالوا يعني رشحوا بعض الناس ممكن يشتغل معاهم بديلا عن ومصطفى حسني، حطوا ميم ح يعني حطها بشكل حروف يعني، ولكن تقدر تقول ان هو ايه يعني ايه يعني اتكلم عن الموضوع. المهم ان هو بيقول ان لما جه وزير خارجيه مصر، طبعا انت بتتكلم وزير خارجيه بريطانيا، فشيء طبيعي ان الامن راح معاه. وطبعا فقال لك ايه ان عمرو راس مؤسسه رايت ستارت وهي مؤسسه اهليه بريطانيه، والحكومة البريطانية تساهم في تمويل المؤسسات الأهلية إيمانا بدورها في خدمة المجتمع، ومؤسسة رايت ستارت بالذات لها دور مهم مع المسلمين في بريطانيا، فيتحارب فيهم التطرف والمخدرات والبطالة. وهو الأب بيقول يعني هكذا أصبح عمرو خالد عميل بريطاني من وجهة نظر النظام في مصر يعني، ويعني ايه بيقول بعض افكار يعني. المهم بشكل او باخر مش عايزين نتعرض لكتاب كتير عشان ما نقعش تحت سلطه القانون التحذير اللي هم قايلينه. المهم الشاهد في الموضوع ايه، انا بتهمهمش بالعماله، وطبعا في برضه صوره معز مسعود مع الامير ريتشارد نفسه ملك بريطانيا اللي هو ابن اليزابيث اللي هو زوج يعني قصدي ايه يعني في صوره مع الامير نفسه تشارلز، الامير تشارلز اللي هو جوز ديانا اللي هو ابو الاميرين الصغيرين اللي هم عندهم مشكله دلوقتي في الاعلام بشكل او باخر. الشاهد في الموضوع انا ما بتهمش الدعاه الجدد ان هم عملاء او حاجه زي كده، لان هو ممكن يحصل في مثل هذه التمويلات احيانا تقاطع المصالح فيكون في فايده النظام في مصر او في فايده يعني اي دوله، وممكن يحصل تعارض مصالح. يعني بشكل او باخر امريكا هي اللي انتجت
او بشكل التفكير الغربي، يعني لما قلنا قبل كده ازاي ان هم جندوا ابو محمد الغزالي، يعني ازاي ان هم قالوا ان هم ينتجوا اسلام صوفي يكون اكثر ايه بديلا عن الاسلام الجهادي اللي هو ربما بيشعل يعني غزوه المقاومه او الحرب ضد الغرب او ما شابه ذلك. وبعد كده هم اللي انتجوا الاسلام الجهادي برضو، لما كان الاسلام الجهادي في صالحهم انتجوه لما يعني حصل نوع من انواع التوافق مع نظام السادات والنظام السعودي في هذا التوقيت، اشعلوا غزوه الاسلام الجهادي. ليه؟ عشان يواجهوا بيه افغانستان اللي هو بقى الجهاد في افغانستان ومجله الامه القطريه والمطبوعات اللي كانت بتنزل والسلاح اللي كان بيروح. يعني هم اللي حضروا لنا العفريت، عفريت الاسلام الايه الجهادي. وده اللي قاله الامير محمد بن سلمان في احد التصريحات مع جريده بريطانيه لما قال لهم ان ايه ان احنا يعني نشرنا الوهابيه بتوصيات حلفائنا في الغرب. قال كده يعني في تصريح، ربما احاول اجيبه لكم فيديو لو استطعت ان احصل عليه. اعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان مطلبا من طرف الحلفاء في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. بن سلمان وفي مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريقة في نشر الفكر الوهابي المتشدد، مؤكدا على أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها. في تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الاعترافات، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقر بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان حتمية فرضتها مصالح وإملاءات الغرب على الرياض في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. جذور الاستثمار السعودي في المدارس والمساجد تعود إلى فترة الحرب الباردة، عندما طالب الحلفاء السعودية باستخدام مواردها لمنع الاتحاد السوفيتي من تحقيق نفوذها في الدول الإسلامية. أعتقد أن الإسلام عقلاني وبسيط، ولكن البعض يحاول اختطافه. هي الحرب الباردة إذن تفعل ما فعلته بالرياض، فحسب كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرياض تدفع اليوم ثمن الاستغلال الغربي لأموالها في الحرب على الإيديولوجية الشيوعية، لكن في المقابل احتراف صريح من الأمير الشاب بأن الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى نظام آل سعود بتمويل الجماعات الإرهابية والمتشددة فكرية كانت محصلة لضلال طريق الحكومات السعودية المتعاقبة، فالوقت قد حان يقول الأميرة لإعادة الأمور إلى نصابها. الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريق، يتوجب علينا اليوم إعادة الأمور إلى نصابها. إن تمويل الوهابية اليوم يأتي بنسبة كبيرة من مؤسسات خاصة تتخذ المملكة مقرا لها وليس من الحكومة. إن الحوار مع المؤسسة الدينية كان طويلا. اللافت في هذه التصريحات تناقضها الصريح مع الأسس الوهابية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية الحديثة، فالاجتهادات الفقهية التي تفردت بها المدارس السعودية وكانت القشة التي قسمت ظهر الكثير من الأوطان وسجت بها في أتون حرب أهلية متعددة الأبعاد من قبيل الجزائر سنوات التسعينيات، واليوم نفس الجدل يعود إلى واجهة الصراع المذهبي في البلاد. وهنا يطرح السؤال، أي ارتدادات لتصريحات بن سلمان حول مستقبل التيار السلفي في الجزائر؟ إنما كان إيه بهذا التصريح؟ فهم أشعلوا الإسلام الجهادي أو حضروه في السبعينات عشان يحاربوا بيه الاتحاد السوفيتي، وبعد ما حضروا الإسلام الجهادي أصبح عندهم مشكلة وعايزين يرجعوا بالإسلام تاني إلى إسلام أكثر تحضرا أو بيسموه إسلام السوق. وده كتاب مهم يمكن تعرضت له قبل كده ويمكن هنتعرض له مرة لاحقة بتركيز اكتر، اللي هو انهم اتكلموا عن ثلاث شخصيات. قالوا الاخ جمنستار ده بتاع اندونيسيا، وقالوا عمرو خالد بتاع مصر، واتكلموا عن طارق السويدان بتاع الكويت، وطارق السويدان المحضر في امريكا. وقال لك ان هم ازاي يعملوا اسلام السوق، ان هم يدمجوه في الليبرالي. خلي بالكم في اسلام اشتراكي انتج في الستينات
مصطفى السباعي بتاع مراقب الاخوان في سوريا لما عمل الاسلام والاشتراكيه، وبرضه بدا يتكلموا على العداله الاجتماعيه في الاسلام، وان ابو ذر الغفاري هو اول يعني اشتراكي في الاسلام، او ان الرسول نفسه كان اشتراكي لما كانت الاشتراكيه بتسود العالم واحنا كنا متحالفين مع روسيا، فحضروا اسلام يساري او اسلام ايه اشتراكي. لما انتهت الاتحاد السوفيتي بحضروا اسلام ايه ليبرالي. اسلام السوق ان هو عايز يدخل يبقى في اقتصاد اسلامي، يعني اقتصاد اسلامي مش معنى الاقتصاد الاسلامي اللي هم بيقولوه المسلمين، انما لا يدخلوا الحجاب والدعوه في منظومه الايه؟ في منظومه الاقتصاد. يبقى طبعا تعجبت الطبقه العليا، عمرو خالد لما جاب الطبقه العليا بقى في بيوت ازياء عالميه بتنتج الازياء الاسلاميه، مش بقى مش فكره الخمار او فكره الزهد او فكره اللبس البسيط اللي كان بيلبسه المختبرات زمان في جيل السبعينات، لا طلع بقى جيل تاني الاسبانيش وحاجات كده، وراح طلع البوركيني اللي اصبح اقتصاد البوركيني ده اللي هو الميول الاسلامي يعني منتشر جدا جدا في دول اوروبا، وبدا يرتدي حتى ناس عاديين يعني غير مسلمين. فانت بتتكلم عن اقتصاد دخلت في منظومه الاقتصاد، هم كمان حاجه اسمها المانجمنت او يعني تسويق الاقتصاد الاسلامي. النقطه الثانيه ان هم يحولوه لما يسمى تنميه بشريه لما عملوا صناعه حياه، وصناعه الحياه دي اصلا فكره كان انتاجها مفكر اسلامي مشهور اسمه محمد احمد الراشد، ده اسم حركه طبعا اسمه عبد الرحمن العلي، هو عراقي، هو انتج لهم اهم كتب كانت بتدرس في مناهج الاخوان العوائق والمنطلق، وبعد كده عمل المسار وانتقد التنظيم وما شابه ذلك والرقائق، وبعد كده انتج حاجه ما يسمى صناعه الحياه، وازاي ان انت تصنع ناس مؤثرين في الحياه، مش مهم الجموع الكثيره، المهم يبقى عندك ناس لهم درجه من درجات التاثير. طبعا عمرو خالد كان اخوان المسلمين قولا واحدا، وكان مسؤول طبقا يعني روايه احد اقطاب الاخوان المسلمين ان هو كان ماسك نشر الدعوه في الدقي، وكان في نادي الصيد، وكان بيلعب كوره طبعا وحاجات زي كده. انما لاحقا طبعا هم حرروه من التنظيم، بس هم كانوا بيشتغلوا من تحتيه، يعني هم كانوا عندهم مشكله في اختراق الطبقه العليا، سواء بقى طبقه الفنانين او طبقه رجال الاعمال او طبقه الرياضيين المشهورين. فبعد ما عمرو خالد استطاع ان هو يستقطب الناس دي ويروح يقول جلسات في البيوت زي ما روى ابوه في انا وعمرو خالد الايام الصعبه، ازاي لما منعوه من نادي الصيد بدا يلف على البيوت ويعمل ندوات في ارقى البيوت في منطقه الدقي ومنطقه المهندسين، اللي هي كانت بتضم طبعا فنانين بقى ولاعيبه كوره ومشاهير ورجال اعمال وحاجات زي كده، وكانوا بقى الاخوان يشتغلوا من تحتيه، يعني هم ايه ياخدوا هؤلاء الناس بعد كده يدخلوهم في اطار التنظيم بشكل او باخر، اللي يقدروا يعني يدخلوه او حتى يدخلوه في دائره المحبين والمريدين، وهو حتى تاثروا بفكره يعني ايه الفكره اللي قدمها عمرو خالد الاسلام البسيط، وهم قال لك ان هم ايه الاخ جيم ده بتاع اندونيسيا او طارق السويدان او عمرو خالد، هم يعملوا فكره الايه الاسلام بالترغيب مش بالترهيب، يعني بدل ما يتكلموا عن الجنه والنار لا اسف بدل ما يتكلموا عن النار بس او العقاب بس، لا يكلموا عن الجنه، يكلموا عن الروحانيات، يكلموا عن العلاقه بربنا، عن الارتقاء الروحي، يعني ايه. وزي ما قلنا كان ليه مفكر مهم اللي هو محمد يحيى ده، انما كان تقدر تقول ان عمرو خالد هو كان بس مؤدي، انما السكريبتات كلها كان بيأديها كان بيكتبها محمد محي. ما في ناس بتكون بتؤدي اكتر في انتاج المنتج المعرفي، وفي واحد تاني في الالقاء. طبعا انا برضو عمرو خالد ما كانش بيعجبني قوي لان كان في درجه من درجات التكلف، يعني انت ما تجيليش كل يوم تخلي الناس تعيط يعني وتقول دعاء ولازم الناس كلها ايه تعيط كل يوم، اصل موضوع العياط ده او البكاء ده دي حاله روحانيه خاصه جدا، ممكن تيجي لواحد في رمضان يوم في الشهر، انما مش انت دايما كل يوم تعمل اداء مسرحي امام الكاميرا بحيث تستدعي البكاء وتقول نفس الدعاء بتأثر وتكرر الدعوه مره واثنين وثلاثه، بحيث لازم تجبر الناس اللي هم قدامك اللي هم الجمهور يعني ان هم يعيطوا وانت تعيط والمشاهدين يعيطوا. الموضوع بهذه الطريقه يعني فكره الروحانيات العاليه اللي توصل راجل للبكاء موضوع المفروض يعني خاص جدا، والمفروض يكون مش قدام الكاميرا، يعني يكون ايه حاله خاصه جدا بتاتي للناس او بالذات للرجاله، يعني البكاء عزيز عندهم شويه في فترات خاصه جدا، يكون هو عنده يعني صدمه، طالع من مشكله كبيره، يحتاج الى اللجوء الى الله، الماديه خدته والحياه وتروس الحياه فحس بنوع من انواع الغربه فبيعود الى الله ويتقرب اليه، لحظات خاصه جدا. انما تقول لي الناس كلها كل يوم تعيط، فانا برضه كانش بيعجبني درجه من درجات التكلف اللي كان بيأديها عمرو خالد امام الكاميرا او حتى في جامع الحصري في هذا التوقيت. ومش هنتكلم عن مضمون قوي اللي بيقدمه، بس هو حتى يعني لو مضمون اخلاقي بس او مضمون روحاني بس ربما يكون مقبول. وهو حتى كان بيتكلم ازاي ان هم بريطانيا يعني عاقته في الاول في
في الفيزا بتاعت بريطانيا وقال لهم انت ناس كتير عاديين، فقالوا انت ما انت مش شخص عادي. يعني هم برضو عمرو خالد درسوه، الناس دي عندها بتفكر وعارفه ان درجه واحد مؤثر. وفكره ان هم يدعموا الجمعيه بتاعته ستارت دي بتاعت بريطانيا عشان بتخلي تبعد المسلمين بتوع بريطانيا عن التطرف او تحارب المخدرات، وده قاله اوباما. قال ازاي ان هو بوش الابن وجه جزء من الاموال للكنائس تحت بند اللي هو محاربة المخدرات، فقال لك الدين المسيحي بيحارب المخدرات فاحنا ممكن نديله جزء من الدعم اللي هو مرصود لمحاربة الايه المخدرات. فلما جه اوباما قال لك، قال له لا ما انت لو هتدي عطيت للكنائس طب احنا كمان ندي للمراكز الايه الاسلامية. وربما بالحديث عن اوباما ربما يكون لنا حلقة. هو اوباما اللي انا فهمته انه هو بيعد برنامج في رمضان، هو وزوجته ميشيل او رشيل باين يمكن، ان هما البرنامج مخصص لشخصيات مؤثرة من المسلمين في امريكا او في اوروبا يمكن كلها او في الغرب، شخصيات لها تأثير يعني بمعنى اصح علماء كبار، لاعبي كرة او مشهورين، رياضيين، ممثلين يكونوا مسلمين. ودي فكرة جبارة ان هو يقدمها يعني الرئيس الاسبق لامريكا وكمان مراته وكمان داخل المجتمع الامريكي، بحيث يحاول يذكر في ناس مشاهير ربما المجتمع الامريكي ما يعرفش انهم مسلمين. ودي مبادره منه جميله، وانها في رمضان اللي هو الشهر اللي هو للقداسه عند الايه عند المسلمين، عشان بس الناس تعرف ان الغرب برضو ليه طريقه التفكير. النقطه المهمه وانا بتكلم عن الدعم البريطاني او حتى برضو معز مسعود عامل برضو جمعيه حاجه اسمها البخاري كده برضو في بريطانيا، اللي هو لما راح يعني قعد مع الامير تشارلز ربما بتكون بيجي لها دعم المجتمع المدني هناك، ان انا بقول ان ممكن يحصل تقاطع مصالح، ممكن يحصل تباعد في المصالح. زي ما قلنا لما حضروا الاسلام الجهادي كان في مصلحته، انما كان ضدنا بشكل جميل جدا، واحنا ما زلنا نعاني من الارهاب اللي انتجته امريكا بالتوافق مع النظام المصري والنظام السعودي في هذا التوقيت اللي هو 2000 و في السبعينات من القرن الايه الماضي. الشاهد في الموضوع ايه؟ الشاهد في الموضوع ان مش كل اللي بيعمله المجتمع الغربي تآمر، لا، ما انا ممكن نقول لك بيحدث تقاطع مصالح. على سبيل المثال في حاجه اسمها التمويل الاجنبي للجامعات في مصر، جامعات الاهليه في مصر، وده تمويل بيجي من عدد كبير جدا من المجتمع المدني الغربي، وهم عندهم قوانين ان هذه الدعم بيخصم جزء منه من الضرائب، من حقه ان هو جزء من الضرائب المستحقه على الشركات الكبيره او على جاري الاعمال، ان هم يخصصوه للعمل الاهلي او العمل المدني. فكل رجال اعمال كبار زي بيل جيتس وكلهم عاملين منشات اجتماعيه، وكثير منها جدا موجه للمجتمع الايه الفقير. طب هل الغرب ما يستفدش؟ ممكن استفادته تكون متقاطعه مع استفادتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى لما كان مصطفى بكري بيقول لك لا ما نرفض التمويل الاجنبي وما نرفضش التمويل الاجنبي، البرلمان رفض في هذا التوقيت. ليه؟ لان اول حاجه دي عمله صعبه داخل البلد. النقطه الثانيه ان هو اذا كان جزء من الاموال دي بيروح للجامعه تسمى بين قوسين الجامعات الحقوقيه اللي بتمثل ازعاج للدوله، بس النسبه الاكبر كانت بتخش الجمعيات خاصه بالطفوله. فزي ما قلنا ان الغرب ساعات بتتقاطع المصالح، فزي ما قلنا كان عامل مشروع القرائيه اللي هو المشروع المفروض ان هو بيعلم الناس القرايه والكتابه. طب هتيجي تقول لي طب هم هيستفيدوا ايه؟ ما هو هو زي ما كان في وقت روسيا بتنشر ثقافتها وبتدفع فلوس عشان تنشر ثقافتها والناس تعمل اشتراكات في الاسلام وما شابه ذلك، عشان هو لما بينشر ثقافته اللي هي الثقافه الاشتراكيه بيهيمن ثقافيا، لما يهيمن ثقافيا يهيمن اقتصاديا، يبدا يقدر يتعامل مع الدول دي بشكل او باخر. مش معنى انه يهيمن ان انت متضرر، لا، ما انت يعني انت مستفيد ربما بنشر الثقافه الحديثه او القرايه والكتابه. هو هيخش في العولمه لاحقا وهيخش في الثقافه الامريكيه لاحقا وهيتعامل مع المنتجات الحديثه ومع السوشيال ميديا ومع العولمه، بس انت مستفيد، انت اتعلمت القراءه والكتابه. برضه كان بيواجه المرض لما يواجه لك شلل الاطفال، هو في مصلحته ان يقضي على المرض تماما في العالم، لان ما زال المرض موجود في العالم ربما ينتقل له ايه لاحقا، فهو بيساعدك بالامصال عشان يحمي نفسه لاحقا. ففي احيانا المصالح بتتقاطع، مش كل الاموال اللي بتضخ يبقى معناها انها مؤامره وانها جايه بالشر، مش بالشكل ده. لان زي ما قلنا حتى لما بيدعموا موضوع تحديد الاسره او تنظيم الاسره مش مؤامره، هو عايز يعني يخلي المجتمع اكثر نضجا واكثر تنميه، ولما يعمل حاجه خاصه بالطفل، لما يعمل حاجه خاصه بالتعليم، حاجه خاصه بالصحه،
أو حتى الجمعيات الحقوقية والإنسانية والتنشئة السياسية، يعملوا ساعات برامج الناس يجيبوا بتوع الأحزاب ويدربوهم على المحليات أو على الانتخابات. كل دي أموال بتصرف، أول حاجة دي عمولة صعبة بتجي لك. النقطة الثانية دي مش ضدنا، يعني دي مش تآمر، ده تقاطع مصالح. هو عايز ينشر ثقافة الديمقراطية أو ثقافة العولمة، وأنت في نفس الوقت مستفيد بهذه الأموال، مستفيد أنك أنت تدرب ناس سياسيا أو تدربهم على المجتمع المدني أو حتى مواضيع الطفل والمرأة وغيرها من الأمور اللي ربما بتصب في صالحك، غير أنها عملة صعبة أنها بتصب في مصلحتك في محصلة، إحنا تقاطعت مصالحنا مع الغرب. نفس الكلام هم لما بيكملوا الجمعية بتاعت عمرو خالد دي، أنت بتتكلم إن هم بيحاربوا المخدرات، بيحاربوا التطرف. الأزمة إن هو لما بقى جه استقبل وزير الخارجية زي ما قال أبوه في الكتاب، كان طبعا كان وزير خارجية بريطانيا جاي مصر، طبعا المخابرات أو الأجهزة الأمنية بتتحرك معاه، وبعدين رايح فين؟ رايح منطقة شعبية الأزهر. ففوجئوا إن عمرو خالد هناك، فافتكروه بالصدفة، ففوجئوا من الحوار إن هم لا متفق إن هو يقابله. هو بيقول ابوه حتى ان انزعج، قلت ازاي انت ازاي تعمل علاقه مع وزير خارجيه بريطاني وتتفق معاه واحنا مش عارفين، يعني هم اعتبروا ان ده قدامنا انواع التجاوز. ولكن برضه في نفس الوقت اصبح هذا الرجل على علاقه وثيقه بوزير الخارجيه البريطاني، ربما ننشر فيديو في حواره مع وزير الخارجيه البريطاني داخل مصر. فيعني احنا بنتكلم عن وضع يعني ايه، كان بالنسبه للجهاز الامني منزعج من هذا الامر. خلاص الموضوع ان زي ما قلنا ان هم بيفكروا لنا زي ما عملوا اسلام السوق، زي ما بيحاولوا طلعوا لنا الاسلام الجهادي، زي ما بيحاولوا يعملوا الاسلام الصوفي. انا ربما اتفق معاهم ان احنا هنعمل اسلام اخلاقي يبقى في حاجه اسمها جهاد الدفع، انك انت بتدافع عن نفسك، انما الاسلام الجهادي اللي حضره لنا في السبعينات لا في مصلحتنا ولا في مصلحته، لا في مصلحة المجتمع العربي، لأنه هو قبل ما بيروح يعمل إرهاب في الغرب بيعمل إرهاب في الشرق. يعني الناس اللي اتقتلوا في العراق وفي سوريا وفي مصر مئات الأضعاف اللي ماتوا في أوروبا. طبعا احنا لا عايزين ناس تموت في أوروبا باسم الإرهاب باسم الدين يعني، أو تموت في الشرق عندنا في الدول العربية، لأنه في النهاية بيعطي انطباع سلبي عن الإسلام و بيخلي الغرب متحامل، وبيخلي فيه درجه من درجات العنصريه، وفي اسلاموفوبيا، وكل الكلام ده بي 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 بيأثر على السلام الاجتماعي في المجتمع الغربي، لان في مسلمين كتير جدا عايشين في الغرب، بيتكلموا عن 50 مليون عايشين في اوروبا، وبيتكلموا عن 10 مليون ربما في امريكا او اكتر، ال 10 مليون ممكن العرب بس، انما لو بنتكلم عن المسلمين بقى اللي من الهند ومن اندونيسيا وغيرها فيعتبر نسبه كبيره جدا من المسلمين في موجودين في امريكا، فبيأثر على السلام، لان الناس انضربت في الخلاط، المسلمين موجودين في كل مكان في العالم، فمش من مصلحه المسلمين يكون في عنصريه او يكون في انطباع سلبي عن الاسلام او ان هو دين عنف او ما شابه ذلك. فلا لا الاسلام الجهادي لا في صالح الغرب ولا في صالح المسلمين بشكل عام اللي هم موجودين في انحاء العالم ومنتشرين وبيحتكوا بالغرب، ومصلحتهم ان ماسوره الاسلام جيده وان هو لا يكون موصوما بالعنف. الموضوع طبعا ربما يكون لسه ليه افكار تانية نتعرض لها، ولكن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه، وربما نكمل في حلقات لاحقه. بريطانيا والدعاء الجدد والدعم، وهل هو تآمر على الداخل او هو ربما يكون تقاطع مصالح او مصالح مشتركه. ده موضوع حلقتنا النهارده، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه. Lake Fayoum, actually. Yes. In the middle of Egypt, south, actually, of Cairo. A place of enormous historical significance. Exactly. Churchill met Roosevelt here, and yes. Stalin, I think. Yes. During the Second World War. Yeah. I'm here not to meet the future, not the past, because yeah. I'm here to address and discuss the future with 100 of Amra Khaled's life makers. Amra Khaled has featured on my website before for the meetings that we've had in Britain. Today, as on many weekends in Egypt, he is training 100 life makers to go and teach literacy to tackle drug abuse around Egypt. Tell us a bit about the life makers program. Actually, we said after the revolution in Egypt, what can we do for the people? And we thinking in the future.
So he said we have three problems or three dreams to change the situation of the education in Egypt, to change the situation of the microfinance project in Egypt, to change the situation, unfortunately, of the drugs, because after the revolution, a lot of drugs came to Egypt to start how can we protect our youth, especially in the universities and the schools. So we have three projects now working in it on Egypt. We're working with Vodafone for a huge project for the illiterate people, how can we make them write? There are what, 20 million illiterate people in Egypt? Yes, unfortunately we're talking about this number. And the first year we are going for 100,000 illiterate people to write, and second year 3 million. Fantastic. So we have 30,000 youth of life makers ready to work in this project. And we started to put them in camps to give them the training courses how to deal with the illiterate people, how to get the curriculum to start to give them. So we here in one of these camps, 4 days, I'm with them the whole days. Last week, 5,000 boys and girls went to Alexandria for a camp. And here is this camp for the A-class people to give them with all life makers working together. I mean, it's been amazing talking to them. They were all in Tahrir Square. I said, were you part of the revolution? They say, yes, we were. One or two said no, they were afraid. They're a remarkable generation and they've had an extraordinary experience. How do you see that playing through? Is that making them care more about social justice? Is it making them care more about the future of Egypt? What's the impact? Actually, the last 30 years, the roof of the dreams in Egypt was very low. After the revolution, this generation, their dreams became like a sky, going to the sky. They have a lot of dreams. They believe in themselves. They want to do something. They are not selfish. They don't want to live to their self. They want to do something for the community. They believe that they can do it. And so that once I put in my website, I want to start these camps for you. 30,000. Immediately. I'm serious, in 1 week. Yeah. 30,000 full the applications. Subscribers, yeah. Yeah. We want applicants, to share you. To share you. So you think, and they haven't found a place for their politics. It's obvious talking to them. They don't yet think any of the political parties are quite their cup of tea. They're still, they've gone back to their universities, they've gone back to their work. They don't quite yet know how they're going to fulfill their interest in politics. Not yet, some of them, but most of these youth you met, David, today, think in the civil society. Yeah, so that's why they want to be social entrepreneurs. Exactly. Some of them say, yes, we need a parties, but they understood that parties need a lot of time to be mature. Where do you think we are, Amra, in Egypt's transition? What stage have we reached? Actually, now we built a new civil society because the last government didn't like the civil society to be strong, especially from the A-class people, because they was afraid if the civil society became A-class strong, means very educated. Yeah, yeah. They was afraid of that. But now after the revolution, one of my mission for the next 2 years to make the civil society 10 times what they are now. So I'm starting with those people and in the universities and going everywhere looking for the civil society to make it more strong, to stretch it in Egypt, to make the people, their culture, believe that we have to do something like that. And this step will lead for the political. So this is real concrete change on the ground. Exactly. Is this the answer to people who say Amra Khaled is a air-conditioned Islamic preacher? Is that the answer to them? They tease you by saying you're the air conditioner, we're in a very nice place here, but this is a very concrete answer that Amri Khaled is built a civil society and faith can motivate people to build this. So faith for development, not faith for faith, because faith for faith maybe can lead to accidents, but faith to build, because it's a part of our roots, the genes of this area of the world, that the language of the people is faith. But where the faith will lead? Can we open a channel for this faith
for this. And you let them and they choose for themselves. Some of them wear hijab, some of them don't. Some of them are very pious. And some of them pious, Muslims, some of them Christians. Yeah. Some of them think that religion is very important. Some of them think with us here, no, religion is not important, but I want to build with you because you are honest. The credibility of Amr Khalid makes some people not religious at all. But we want to build. Well, look, it has been an absolute privilege to be here. If these people are the future of Egypt, then the future is bright. I'm so happy that you come to here. We are about 1.5 hours far from Egypt, from Cairo. You can say, okay, Amr Khalid, can you please come to meet me in Cairo? And I will say, okay, I will come to meet you in Cairo. But you insisted to come. So they are so happy that David Melvin came to meet them in outside Cairo. So thank you. thank you very much. Thank really you. Thanks. Thank All you. Right. Take care.